السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة عمرو مجدي. النهاردة هنتفرج على فيديو مهم جدا جدا للطيور. الفيديو دوت هنتكلم عن ايه؟ عن فوائد الكركديه للطيور. الكركديه له فوائد كتيرة جدا جدا للطيور، منها فيتامينات ومنها كالسيوم، كل ديت فوائد للطيور. احنا هنتكلم عن كل الحاجات ديت النهاردة. قبل ما نتكلم عنهم اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنشوف شكل الكركديه. هو ده شكل الكركديه، هو بيبقى زي زهره كده. وهنشوف شكله، وانا عملته لكم اهوت، هتشوفوا هوري لكم شكله. هو بيبقى مشروب ليه فوائد كتير جدا للطيور. احنا هنعمل المشروب دوت ازاي؟ هنجيب الكركديه دوت زي ما هو، وهنملى كوبايه ميه ونحطه فيه ونسيبه لمده ساعتين او ثلاثه لما يتحول اللون بتاعه للون الاحمر دوت، الاحمر الفاتح دوت. وبعد كده هنبدا نقدمه للطيور. هنعرف ازاي هو بيتقدم للطيور وطريقه تقديمه وفوائده للطيور. نصيحة ليك، لما تيجي تحط الكركديه للطيور او طريقة تحضيره، ما تقومش مكروت الطريقة بتاعته وتقوم غليه، لان انت لما تغليها هتضيع فيتامينات وفوائد كتيرة فيه جدا، هتضيع منه لان الحرارة بتضيع كل الفيتامينات دي. لا، انت هتحطه في مياه باردة وهتسيبه لمدة ساعتين او ثلاثة، وبعد كده تبدأ تقدمه للطيور. هيبقى فيه فيتاميناته كلها هتبقى انتشرت في المياه، فانت كده بتفيد الطير اكتر. يعني بدل ما هتفيده نص افادة، هتبقى افادة الطير افادته كامل. هنعرف الفوائد بتاعت الكركديه. اول حاجه هنتكلم عنها، يزيد الكركديه من تدفق الدم. يعني ازاي بيزيد تدفق الدم؟ الدم في جسم الطير بيبدا يتحرك كتير، فبيبدا بينشط الدوره الدمويه عند الطير. يعني في الشتاء بيبقى الطير بارد جدا، فهو بينشط الدوره الدمويه بيخلي الطير يدفى. وبرضه في الصيف بيبقى في حراره شديده جدا جدا، الحراره ديت بتحس ان الطائر قاعد كشش في نفسه من كتر الحراره، ممكن الطائر يموت بسبب الحراره، يجيله اي احتباس حراري. انت هتحط له الكركديه هيخفض الحراره من جسمه، فكده هتفيده كويس جدا جدا، لان الحراره بتخلي جسم الطائر يبقى مجهد على طول، الطائر يبقى ضعيف، هتحس الطائر ما بياكلش قد كده لان الطائر حران، وهيفضل يشرب الميه كده، هيتغذى على الميه بس، فكده جسم الطائر هيضعف. طبعا اللي بيخبط دوت ده العصفور، لازم اول ما نصور اي فيديو يعمل صوت لا يخبط عشان يبوظ لنا الفيديو. هو سامعين التخبيط؟ انا حاطط له المعكه لتحت، هو بيفضل يرفع في المعكه. يعني انا مش هسيبكم تكملوا الفيديو ده. احنا بقى عرفنا عنه فايدتين، لان ما شاء الله احنا في فصل الشتاء والشتاء بارد جدا جدا، فانا حاطط لهم كركديه. الكركديه منشط الدوره الدمويه عنده، فهو يبدا يضايق فيكم كده. شايفين سامعين؟ تخبيط، بيخبط، لازم يبوظ علينا الفيديو. واحنا هنتكلم عن ايه برضه؟ ايه دوت؟ مطهر معوي للطيور. يعني معدة الطير بيبقى مثلا فيها حصى، فيها اي حاجة، الحاجات ديت عايزة تتفتت. وبرضه بيبقى فيه في الاكل ساعات جراثيم. دوت الكركديه بينزل كمطهر لجدار معدة الطير، يعني كده بيساعد الطير اللي هو ايه، المعدة بتاعته ما تبقاش ضعيفة، والطير يبقى ياكل على طول، ما فيش حاجة تتغذى على الغذاء في جسم الطير. وطبعا الكركديه بيستخدم في ازالة البكتيريا الضارة من جسم الطائر. طبعا احنا اتكلمنا اللي في بكتيريا نافعة ديت لازم تبقى في جسم الطائر، وفي بكتيريا ضارة. ممكن تجيب العلاجات اللي مش طبيعية، اللي هي الصناعية دي، تحطها للطائر تشيل البكتيريا الطبيعية والبكتيريا الصناعية. لا، الكركديه بيستخدم في ايه؟ بيشيل البكتيريا الضارة من جسم الطائر ومن معدته، لان البكتيريا الضاره دي من اسمها بتضر الطائر جدا جدا. لكن البكتيريا النافعه ديت بتنفع الطائر في تنظيم جسم الطائر، ديت بتنفع. وبرده الكركديه يستخدم في التخلص من بعض الامراض، فطبعا الامراض بتبقى شديده على العصافير وما بتستحملهاش، فهو بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في معالجه الامراض دي تدريجيا. يعني مثلا العصفور تلاقيه مريض قوي، هتحط له الكركديه هو هيبدا يشرب منه. لازم لما الطائر يبقى مريض تشربه الكركديه بايه؟ بسرنجه. يعني السرنجه دي هتقوم حاطط له فيها سنتي سنتي هنا كده، وهتبدا تشربه للطائر، عشان هو طبعا لما الطائر هيبقى ضعيف، هيبقى مريض، الطائر مش هيبقى قادر يشرب، او هيبقى مكسل يشرب، مش هيبقى قادر يروح للميه كده، الطائر هيبقى تعبان. فانت هتشربه سنتي من الميه وتحط الاكل قدامه، هو الطائر هيبدا ياكل لوحده. ما تقومش بقى حاطط الميه في المسقه للطائر بالكركديه وسايبها، لا، زي ما بتجيب العلاجات، العلاج اللي هو الصناعي. طبعا في علاجات كتير بتتجاب، تتحط في السرنجات وتتحط للطائر في بقه. لا، انت برضه هتحط له الكركديه في السرنجه وتحط له في بقه لو هو مريض. لو الطائر بتاعك كويس هتحط له في المسك، هتحط له مرتين او ثلاث مرات في اليوم للطائر،
مرتين في اليوم ومرتين في الاسبوع دوت هيفيد الطعم، يعني تغيره له ما تسيبوش قدامه لفتره كبيره عشان ما يبقاش طعمه وحش في بق الطير او يمر، عشان الطير ما يبدا يحب المشروب دوت ما يبداش يكره. وطبعا بيبقى فيه سموم ساعات في اكل الطير اكله، او اكل غلط كان محطوط قدام الطير وانت ما خدتش بالك وانت بتحطه له دوت سبب للطير سموم، هتلاقي الطير بدا يخرج رغوه بيضه من بقه كده، في سموم في جسم الطير، فانت لازم تلحقه على طول وتقوم عامل له كركديه وتبدا تديله منه، لان هو بيبدا يطرد السموم من جسم الطير. يعني ممكن تديه له الطير هيبدا يشتغل في معده الطير، ممكن الطير تلاقيه يرجع، لا هو كويس اللي هو يخرج الحاجات ديت من بقه، فهو طلع السموم ديت من معدته من بطن الطائر. فلازم تعمله الكركديه اول ما تحط للطائر اكل خطأ، وبرده لما تحطله الاكل بتاعه في حاجات في اكل بيجي ممكن تجيب الاكل بيبقى فيه ساعات سموم بتبقى ايه في الدريبه في الفلارس في البركه في الاكلات دي كلها ساعات بيبقى عليها سموم، او برده الفاكهه والخضار في حاجات في فاكهه بتبقى ايه بتبقى عليها رش او اي حاجه من ديت بتبقى اسمده وكده، فهي هتضر الطائر تسبب له سموم. يعني انت تعمل ايه تحط له الكركديه عشان الطائر يبدا السموم ديت تتطرد من جسمه عشان ما يتعرضش للاذى. طبعا الطيور مش العصافير بس، لا جميع انواع الطيور هيبقى مفيد ليها. طبعا الكركديه بيعالج الجهاز التنفسي للطيور، اكتر طائر الجهاز التنفسي بتاعه ضعيف الجهاز التنفسي بتاع الطائر الاسترالي. الطائر الاسترالي الجهاز التنفسي بتاعه ضعيف جدا جدا، يعني ممكن يشم ريحه برفان يشم اي ريحه، الريحه ديت ممكن تضره ممكن تسبب له حرفيا اللي هو ممكن يموت، وبيتسبب للطائر ضيق تنفس، او اي دخان بيسبب له برضه ضيق تنفس ممكن يخلي الطائر يموت، حتى بخور اي حاجه بتضر تنفس الطائر. برضه بيحمل الاجهزه الحيويه للطيور، الجهاز الحيوي للطائر بيبدا يعالج الجهاز الحيوي لو في اي امراض، وبيدي للطائر نشاط في الجهاز الحيوي بتاعه والكلى برضه والكبد، وبرضه بيعالج الطائر من العطس لما يبقى عنده برد. احنا كده اتعرفنا عن فوائد الكركديه للطيور، هنقدمه ازاي؟ احنا قلنا نص تقدمه ازاي، بس هنتكلم عن طريقه تقدمه للطيور كامل. طبعا الكركديه احنا هنجيب كوبايه وهنحط فيها ميه، يعني هنملاها هنا كده وهنبدا نحط فيها الكركديه ونسيبه لمده ساعتين او 3 ساعات، ما تغلوش مغلي لان انت هتغلي الفيتامينات اللي فيه كلها هتروح، فانت كده مش هتفيد الطرف حاجه، هتبقى حطيت له ميه بس. برضه هنحطه في ميه بارده، ليه؟ لان هو في الميه البارده هيحافظ على فيتامين سي اللي فيه، ما تضرش الطير لما تسخنه في الميه هتضيع فيتامين سي اللي فيه، فالطير محتاج الفيتامين سي دوت، لان هو بيعمل على اكتر الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها الفوائد، فيتامين سي هو اللي بيتعالج كل الامراض دي، فاللي بيساعد على فيتامين سي انت لما تغلي في الميه فيتامين سي اللي فيها يروح، فانت هتنقعه في الميه ساعتين، هتحط كوبايه ميه وهتحطه فيها وتسيبه فتره، وبعدين تقدمه للضيوف في اي وقت، حتى لو عايز تسيبه مده اكتر من ساعتين او مده 3 ساعات برضو عادي، هتبدا تقدمه للطيور بعدها، هتبدا تقدمه للطيور في ايه، هتبدا تحطه في المساء. طب الكميه اللي تحطها للطائر في المساء من الكركديه قد ايه؟ طبعا انت مش هتحط له كركديه خام كده بس، لا انت هتملى مثلا سرنجه من ديت للطائر، هتبدا تملى له سرنجه وهتبدا ايه تحطها في المساء بتاعه الطائر، وتكمل الباقي ميه عشان ما يبقاش الكميه كبيره على الطائر، وبعد كده هتبدا تزود كميه الكركديه شويه مرة في مرة عشان الطائر يبدأ يتعود عليها، ما تحطهالوش مرة واحدة عشان الطائر ايه مش ممكن ما يشربش منها، لكن تقلله منها وتحط كمية زيادة في الماية. وكده اتعرفنا عن فوائد الكركديه للطيور وطريقه تقدمه للطيور، وطبعا ما تكسلش على طيورك في حاجه او تبخل عليهم في حاجه، لان انت هتقدم للطائر المشروبات هيقدم لك، ممكن الطائر هيقدم لك بعدها انت، فلازم تقدم للطائر هتلاقي الطائر بيقدم لك، مش تهمل الطائر وعايز الطائر يقدم لك بيض او مثلا زغاليل. وبرده طبعا الناس اللي عندها مزارع كبيره وعندها كميه عصافير كبيره ده هيفيدهم جدا جدا في عصافير، لان في عصافير بتبقى محتاجه ايه بتبقى تاكيل يدوي، يعني الطائر بيتاخد من وهو صغير لان ممكن اهله يبقوا تخلوا عنه مش عايزين. فكده عرفنا فوائد الكركديه وطريقه تقدمه، وكده وصلنا لنهايه الفيديو، اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ننزله على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.